معنا مشاهدينا الكرام من العاصمة المغربية الرباط دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا عيد بعد عيد يمر على النازحين وهم في المخيمات، من المسؤول عن استمرار معاناتهم؟ نعم، في البداية لابد من تهنئة جميع المسلمين بالعيد، دعاء مع دعائنا لله بأن يزيح هذه الهموم وهذه الغمة عن العراق. ما يحدث للنازحين من الإهمال المتعمد، وما يعانوه من الإخفاء القسري، وما يعانوه من حرمانهم من العودة من الديار ومنعهم من عودة إلى منازلهم، حرمانهم من أبسط حقوقهم والحصول حتى على أبسط مقومات الحياة الإنسانية، حرمانهم من التعليم، حرمانهم من الصحة، حرمانهم من الحصول على فرصة للعمل، للعيش، لكسب الرزق، حرمانهم من الكثير من مقومات الحياة الأساسية، حتى من ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بالعيد كغيرهم من المسلمين. المسؤول الأول والأخير عنه هو الحكومة العراقية. منذ البداية ومنذ بدأ العمليات العسكرية وتعمد استهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا من منازلهم، كانت هناك منذ البداية نوايا مبيتة من أجل أن يصل حال النازحين إلى ما هو عليه، وبالتالي هذه النتائج السلبية التي نراها في لما يتعرضه النازحون والمآسي التي يعيشونها بسبب أهمال الحكومة وبسبب تعمدها عدم الالتفات إلى معاناة النازحين وعدم حتى يعني تذكرهم في هذه المناسبات. الآن العيد، بدل أن تقوم الحكومة بإرسال المزيد من المساعدات والهدايا لهم لكي يحتفلوا بالعيد، خاصة الأطفال منهم والضعفاء والمرضى، نرى أنها لا تلتفت وكأنهم ليسوا حتى عراقيين، وهذا يدل على مدى الطائفية والتعامل الإهمال الحكومي مع هؤلاء النازحون. نعم، يعني دكتورة فاطمة، وعود إعادة النازحين فقدت أصداءها بعد الانتخابات، إلى متى تستمر مآسي الشعب العراقي وتستمر مادة للمتاجرة بها سياسيا؟ نعم، بالتأكيد كان هذا منذ البداية واضحا، إنما يقوم به من يريدون الحصول على المناصب من نواب وغيرهم، من يريدون يتقلدون المناصب الوزارية وغيرها ومجالس المحافظات، كانوا يستخدمون النازحين كمادة فقط لأجل الحصول على هذه المناصب، وطبعا أسبغوا بالوعود سوف يعودون إلى منازلهم، سوف يحصلون على تعويضات، سوف يحصلون على يعني تمكينهم من يعني إعادة بناء منازلهم وغيرها والخدمات وغيرها، واستعملوها مادة مناسبة كانت هي أفضل فرصة لهم وهو ما يهمر به النازحون، واستغلوه خير استغلال فقط للوصول إلى المناصب، وبعدها تركوا النازحين في مخيماتهم، في إخفائهم القسري، في السجون تحت التعذيب وغيرها وغيرها وغيرها، دون أن يعني ينفذوا كلها أي وعد من الوعود التي وعدوا به هؤلاء المساكين. وسوف يستمر هذا الوضع ما دام هؤلاء الذين يسعون فقط من أجل مصالحهم ومن أجل المناصب فقط، وهم جميعهم نعرف أنهم ينتمون إلى أحزاب يعني تستمر في مشروع أمريكا، وبالإضافة إلى ذلك هو أنهم يدخلون في عملية سياسية هي من صنع أمريكا، والمعروف منها هو تدمير الشعب العراقي. نعم، ما هي مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية تجاه النازحين، ولماذا تركوا هكذا ليواجهوا مصيرا مجهولا؟ يعني هي منذ البداية كانت مع الأسف الشديد الأمم المتحدة لم تكن صادقة في أي يعني وعود تطلقها، يعني حتى في عز العمليات العسكرية وقبل أن تبدأ حتى العمليات العسكرية، وعدت الأمم المتحدة بأنها سوف تسعى
بكافة جهودها من أجل التخفيف عما سوف يحدث لمن سوف يتركون الديار بسبب العمليات العسكرية، وسوف ووعدوا بتقديم المساعدات حتى ولو بإرسال الهليكوبترات من أجل أن ترقي بالمساعدات للنازحين، ومع هذا لم يلتفتوا ولم ينفذوا ما وعدوا به. نحن نعرف أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي قائدة التحالف الدولي وهي من ضمن من يعني تقع على عاتقهم مسؤولية ما يحدث للنازحين، قاموا ب يعني الخفض من التبرعات والمساعدات للأمم المتحدة وغيرها من أجل أن تقوم بدورها، بالإضافة إلى ذلك حتى ما يحدث في العراق من فساد أيضا ساهم أيضا في أن يصل لا تصل المساعدات ولا يتم تنفيذ وعود بالإعمار المدن من أجل أن يعود النازحون إلى منازلهم. لم يتم تنفيذ حتى أن المغيبون قسريا، وبالرغم من يعني الأعداد الكبيرة والتي هي موثقة لدى الأمم المتحدة لم يتم العثور عليهم، ولا توجد أي جهود دولية من أجل أن يتم يعني التخفيف من مأساة التي عرض لها النازحون. إذن حتى المجتمع الدولي يدخل في تحت طائلة المسؤولية بسبب تعاونه مع هذه الحكومة وإغفال مسؤولياتهم الإنسانية التي يعيون بها ولا ينفذونها. نعم. إذن بالنتيجة دكتورة فاطمة، ما الأثار المترتبة التي ستسببها أزمة النازحين على نسيج المجتمع العراقي؟ نعم، بالتأكيد نحن نتوقع أن الكثير من النتائج السلبية سوف تترتب على هذا الوضع الذي يمر به النازحون. يعني نعرف جيدا أن يعني العنف والإرهاب سوف يستمر في دورته في العراق ما دام هؤلاء مشردون، لا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم إلا بعض المنظمات التي تقدم لهم المساعدات، وهي مساعدات قليلة مقارنة بما تستطيع أن تقدمه لهم الحكومة والمجتمع الدولي. يعني دائرة العنف سوف تستمر في العراق هذه. ومن جهة أخرى فإن معدلات الفقر، معدلات البطالة، معدلات الأمية، معدلات التسرب من المدرسة، الأمراض التي سوف تنتشر وتتفاقم، بالإضافة إلى ذلك هو الانحلال الخلقي الذي سوف ينتج عن وجود هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، خاصة مع تفشي ظاهرة المخدرات وغيرها وانتشار السلاح، بالإضافة إلى ظاهرة الانتحار أيضا سوف تتفاقم في الأيام القادمة. يعني الكثير من الآثار السلبية التي يعني سوف تكون يعني لا نرى من وراءها أي يعني إلا يعني مستقبل أسود لا سامح الله للعراق. شكرا جزيلا لك من الرباط دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.